خلينا زي ما عودناكم ورحنا صاله 6 اكتوبر للدكتور حسن مصطفى، هنروح ونطير لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان تكون معانا الزميله العزيزه منى المنيسي عشان تنقل لينا اجواء ما قبل المباراه، قبل النهائي الاهلي والنصر الليبي. اتفضل يا منى. كابتن هيثم برحب بيك وبرحب باكيد ضيوفك نجوم الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت انا على صاله الامير عبد الله الفيصل حاليا في المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، ودقائق قليله بتفصلنا اكيد عن بدء مباراه النادي الاهلي والنصر الليبي في نصف نهائي بطولة الأندية الإفريقية، واللي أكيد الأهلي بيستعد لها بشكل قوي. طبعا كل يوم مباراة، كل يوم مباراة، وكل أكيد مع تقدم المباراة وكل ماتش بيخلص وبندخل في على الماتش اللي بعده أكيد صعوبة المباراة بتزداد، ولكن الأهلي بيكون على قدها أكيد وقد هذه المنافسة وهذه المباريات القوية. النصر الليبي أكيد عنده فولي قوية جدا، فولي محترمة كمان، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون قدها النهارده. عايز اقول لحضرتك انه قبل استعدادات النادي الاهلي او الفريق بالفعل نزل ارض الملعب لاستعداد او عشان يقدر ان هو يعمل تجهيزاته قبل بدء المباراه، قبل على طول ما تنتهي مباراه المولوديه بوسالم التونسي مع السجون الكيني، واللي قدر مولوديه بوسالم ان هو يقدر ان هو يحجز مقعد في نهائي البطوله غدا ان شاء الله. عايز يعني خليني اشرح لحضرتك المباراه مشيت ازاي. كان مولوديه بوسالم مسيطره على المباراه بشكل قوي جدا، قدروا ان هم في الكوارتر الاولاني او في الشوط الاولاني ان هم يفوزوا ب 25-15، الثاني بنتيجه 25-13، والثالث قدر السجون الكيني ان هو يكون احسن شويه ويعمل كونتاكت شويه، ولكن ما قدرش ان هو يفوز في المباراه، فانتهت برضه لصالح مولوديه بوسالم بنتيجه 25-22 عشان يحجز بقى مقعد في نهائي البطوله غدا ان شاء الله. واللي بنتمناها ان شاء الله باذن الله انها هتكون مع النادي الاهلي غدا ان شاء الله ويعمل النهارده مباراه قويه. عايز اقول لحضرتك ان سكواد النادي الاهلي ان شاء الله كامل، ان شاء الله يكون قادر، وان شاء الله مستر فرناندو زي ما عودنا في المباريات الماضيه ان هو بيعمل روتيشن بشكل قوي بشكل يعني اكثر من رائع علشان يريح لعيبته. امبارح كمان كان في محاضرات بتقنيه الفيديو بعد مباراه ربع النهائي امس واللي برضه فاز عليها النادي الاهلي بالنتيجه 3-0، شرح مستر فرناندو كل الامور المتعلقه بمباريات النهارده وازاي النادي الاهلي يقدر كالعاده او زي المباريات الماضيه كلها ان هو يقدر يستحوذ على المباراه من اولها ويكون ليد المباراه من اولها لاخرها زي المباريات الماضيه كلها اللي قدر يفوز بيها النادي الاهلي بنتيجه 3-0 على كل منافسيه وكل الاخصام اللي هو كانت معاه في المباراه في البطوله من اولها. كمان امبارح كان في ريكفري بعد المباراه طبعا عشان يقدر اللعيبه يكونوا جاهزين لمباراه اليوم. خليني اقول لحضرتك افكر مشاهدينا ان النادي الاهلي من اول البطوله لحد النهارده قدر او لحد امس قدر ان هو يفوز بكل مبارياته بنتيجه 3-0. في الجوله الاولى فاز على جرين تيم الكونغولي بنتيجه 3-0، وفي الثانيه فاز على الفتح المغربي نتيجة 3-0، في الثالثة فاز على الأسمنت الأثيوبي نتيجة 3-0، والرابعة على العدالة الكيني بنتيجة 3-0 أيضا. دور ال 16 قدر النادي الأهلي يحسمه لصالحه بنتيجة اسبوار الكونغولي 3-0 أيضا، ودور ربع النهائي أو دور الثمانية قدر النادي الأهلي يفوز برضو على الشرطة الرواندي بنتيجة أيضا 3-0. بنتمنى إن التيمة دي أو سلسلة الفوز بنتيجة 3-0 كمان تكون حليفة ومن نصيب النادي الأهلي النهاردة، ويقدر إن هو يكسب مباراة النهاردة أيضا بنتيجة 3-0، ونكون مع حضرتك بعد انتهاء مباراة اليوم مباشرة بنحتفل بالفوز النهارده مع لاعبتنا لصعودهم او لحجز مقعدهم غدا ان شاء الله في النهائي البطولة. يعني دي يمكن كانت كل الامور المتعلقة او كل تجهيزات النادي الاهلي هنا من داخل صالة الامير عبد الله الفيصل، وانا مع حضرتك اكيد لو عندك سؤال تاني اتفضل. منى المنيسي زميلتنا العزيزة بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقة غطيت لنا نقط كثيرة بشكرك، وان شاء الله هنرجع لك اكيد بعد ما نفرح ونفوز باذن الله ونتاهل النهائي عشان نلاقي بوسالم مولودية بوسالم التونسي اول المتاهلين للفاينل النهارده. اذا هتبقى دي تاني سنه ليه يتاهل للفاينل، السنه اللي فاتت كان مع نادي الزمالك وفاز عليه 3-2 في مباراه ماراثونيه الحقيقه كانت في الجزائر بعد فوزه بالنادي الاهلي الزمالك فاز بشوطين وبعد كده خسر في النهايه 3-2، ولكن النهارده ان شاء الله باذنك يا رب يكون طرف الثاني فريق مصري النادي الاهلي.